يصير معي سواء كان حزن أو فرح أو مرض أو تعب، دائما دائما أقول اللهم لك الحمد وشكر على نعمة محبة الناس. أصدق هذه النعمة شعور مرة غير حصري. أول ظهور لفاطمة الأنصاري تكشف عن مرضها وما حصل معها بالتفصيل. المهم أبشركم اللهم لك الحمد، أنا بصحة وعافية اليوم ومرة كويسة. ظهرت عارضة الأزياء السعودية وخبيرة التجميل فاطمة الأنصاري لجمهورها عبر حسابها الخاص في سناب شات للمرة الأولى بعد غياب 10 أيام بسبب مرضها ونقلها إلى المستشفى. ونشرت فاطمة مقطع فيديو موسيقي قالت فيه إنها في المقام الأول أرادت أن تشكر متابعينها وحب الناس لها. ما فيني ولا شيء ولا شيء، اللهم لك الحمد كويسة وطبيعية. فقالوا لي خواتي في قرصة دامك اليوم كويسة، قومي البسي تمكياج خلينا نغير لك جو ونطلعك. قلت يلا اوكي، لبست تمكياج غيرت جو مع خواتي الحمد لله، رجعت البيت برضو ما فيني ولا شيء. وكشفت فاطمة عن كواليس نقلها إلى المستشفى مشيرة إلى أن الخميس قبل الأخير استيقظت من النوم طبيعية وجيدة، حيث خرجت مع أخواتها، وعندما عادت كانت خائفة وتشعر بالتعب من عودة الألم الذي شعرت به مسبقا. وأضافت أنها تناولت الغداء بعد رجوعها إلى البيت وتناولت مهدئا للألام، إلا أن حرارتها ارتفعت وكانت متعبة جدا، واستمر الإرهاق أيام لتنهال تساؤلات عن اختفاء زوجها يعقوب بوشهري وعن سبب تواجدها في منزل أهلها من دونه. فهل هناك خلاف بينهما ويتطلعان إلى الانفصال بعد فترة الزواج القصيرة التي جمعتهما؟ على بكرة عندي موعد مع الدكتور، متأمن ما في لي العافية، نحفت شوي أدري بس برجع أسمن، ما عليكم بشد حالي في الأكل هالأيام وبرجع أسمن إن شاء الله. لأن هذا وأشارت إلى أنها ما زالت تتابع حالتها الصحية مع الطبيب الذي ستستشيره خلال الساعات المقبلة للتعرف على أخبار حالتها وطمأنتها بشكل نهائي، في حين تفاعل الجمهور كثيرا مع الأنصاري التي شاركت قبل يومين في احتفال بعض الأصدقاء والأقارب برجوعها وتحسين صحتها، وأظهرت باقات زهور جميلة وفخمة من أصدقائها الذين هنأوها وتمنوا لها رجوعا آمناً.